هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها شمال إسماعيل مع عائلته السعودية ليقضوا فيها إحدى عطلاتهم، العائلة التي تقيم في بريطانيا منذ 23 عاماً، وإن قامت بزيارة عشرات الدول بقصد السياحة يفضلون التنقل بسيارة مستقلة للاستمتاع بتفاصيل أكثر عن البلدان التي يزورونها. شمال وعائلته يرون بأن زيارة السعودية فريدة، سواء من ناحية إجراءات استخراج التأشيرة السياحية أو من خلال مشاهداتهم في الرياض التي لاقت إعجابهم بفعالياتها الشتوية وتنوع المأكولات في مطاعمها الفاخرة. والله الجو طيب حلو، شتاء دافئ، إجينا هنا العائلة انبسطوا، الأطفال انبسطوا، بوليفارد سيتي، الألعاب ما شاء الله، يعني انبسطنا، وإن شاء الله ما يكون أول وآخر زيارة، نكون زيارات متعددة، يعني نحاول عطلات المدرسية بكريسمس بهالوقت بهالشتاء بهالدفء نجي هنا. زرنا أوروبا أكثر من 15 دول أوروبية بس ما شفنا مثل هذا المنتجع، يعني متحمسين إنه نشوف أكثر الأماكن الأكثر. خمسة عشر يوماً أمامهم في السعودية يخططون خلالها لزيارة العديد من المدن المدرجة على دليل شتاء السعودية هذا العام، حيث يتجهون بعد الرياض إلى جدة والعلا ثم الأحساء، فالدليل يوفر كامل المعلومات التي يحتاجها السياح عند زيارتهم للسعودية مثل المطاعم وأبرز الفعاليات الترفيهية والثقافية لكل مدينة. من الرياض، نواف عزيز، العربية.